عودة لحلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا الأهلي هيبتدي الموسم الجديد بتاعه بمباراة مهمة وبطولة قارية مهمة، طبعا هي السوبر الإفريقي. ومن هنا لحد يوم 15 سبتمبر الأهلي طبعا بيواصل استعداداته، إلى جانب طبعا وجوده بالمعسكر في النمسا. عايزين نتكلم يعني عن هذه الملفات والنادي الأهلي الفترة اللي جاية، يا ترى تبقى الدنيا عاملة إزاي؟ هنبتدي الموسم الجديد وهو موسم مش سهل ومليان استحقاقات كتيرة، يعني دي من ضمن الملفات اللي هنفتحها. وكمان هنتكلم مع حضراتكم عن كرة القدم العالمية وآخر الصفقات والدوري السعودي وآخر مستجداته. منورنا ومشرفنا في هذه الفقرة كابتن ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، وكمان الأستاذة منى عمر الناقدة الرياضية. صباح الفل عليكم وأهلا بكم. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليكم، منورنا ومشرفنا النهاردة. أبدأ معاك يا كابتن ماهر، يمكن خلاص النهاردة هينطلق المعسكر الخاص بالنادي الأهلي في النمسا، يعني لما يقرب أسبوع. شايف إزاي العودة للتدريبات؟ فكرة بقى يعني المعسكر، يمكن 21 يوم أجازة، هي أجازة مطولة يعني لم يحصل عليها الفريق خلال الموسم الماضي بهذا الشكل. يعني شايف إزاي فكرة بقى رفع الحمل مرة تانية في المعسكر، كمان في مباراتين وديتين خلال المعسكر، يعني شايف الأمور دي كلها إزاي كابتن ماهر؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موسم العام الماضي كان موسم يعني شديد جدا على النادي الأهلي، والنادي الأهلي قدر من خلال موسم 22-23 يحقق أكثر من خمس بطولات خماسية. ويعني نهى موسم، بصراحة موسم يعني كان صعب بشكل كبير جدا على النادي الأهلي، لكن قيمة النادي الأهلي وخبرة لعبته وجهاز الفني، يعني كان في تحدي بشكل كبير جدا هذا الموسم، وقدر الحمد لله مستر كولر وجهازه الفني ان هم يحققوا الهدف الامثل، وهو بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه والسوبر، وده بيحسب طبعا لتاريخ مستر كولر. بدايه الموسم زي ما كريم قال، الموسم ده هيبقى موسم صعب، لان الموسم فات حوالي يمكن 60 مباراه، اللعيبه شاركوا في حوالي 60 مباراه، الموسم ده يمكن هيبقى العدد ممكن يزيد يمكن ل 70 مباراه. فطبعا هيبقى لان النادي الاهلي عنده اشتراك في يمكن اكتر من بطولتين ثلاثة غير البطولات المحلية، وده هيصعب المهمة بشكل كبير جدا على النادي الأهلي. لكن الراحة اللي حضرتك ذكرتيها ال 21 يوم دي فرقت مع اللعيبة بشكل كبير جدا، واحنا شفنا السنة اللي فاتت لما لجنة التخطيط وكابتن محمود الخطيب خدوا قرار بإراحة اللعيبة الدوليين والمحترفين. وشفنا الانعكاسات ده بعديها. نعم. كمان شفنا الانعكاسات الطيبة بالزبط للقرار ده بعدها. بالظبط، فرقت يا كريم بشكل كبير جدا الراحة، لأن اللعيبة كانت بين المنتخب وبين النادي، اللعيبه الدوليين مع المحترفين، فكانت الامور صعبه جدا. حتى الاصابات اللي ضربت النجوم، واحنا يمكن اتكلمنا في كذا حلقه وقلنا الاجهاد اللي واقع على اللعيبه اثر بشكل كبير جدا على ضياع حتى البطولات العام الماضي. لكن الراحه ده كان قرار جريء جدا من كابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود الخطيب بخبرته كلاعب وكاداري قدر يختار القرار السليم اللي فرق معانا هذا الموسم بشكل كبير. اللعيبه كانوا في عرض الاجازه دي طبعا، كانوا يستحقوها عن جداره وعن استحقاق. بالظبط. طيب منا، كثر الحديث في الفتره الاخيره عن محمد صلاح ومساله انتقاله للدوري السعودي من عدمه، وكل طرف من الاطراف بيؤكد وجهه نظره، يعني القائمين على الدوري السعودي او بعض وسائل الاعلام السعوديه بتؤكد ان الموضوع مفروغ منه وان صلاح قادم الاتحاد جده لا محاله. في المقابل تسمعي كلام بيقول ما معناه ان يورجن كلوب ونادي ليفربول بيقول برضه ما معناه ان صلاح مش للبيع اساسا، وان هو مهم جدا في خطتنا الفتره اللي جايه. فيترد عليه من الجانب السعودي كلام من عيني، طب ايه رايكم ان اخر مباراه هيلعبها صلاح بقميص ليفربول هتكون لقائه مع نيوكاسل، وبعد كده هنشوفه بلبس او بتيشيرت الاتحاد السعودي. الدنيا رسيت على ايه ولا لسه ما رسيتش؟ الدنيا لسه ما رسيتش يا كريم، بس خلينا نقول كده قبل ما نتكلم على اي حاجه بخصوص صلاح، يعني خلينا نشيد عن جداره بصراحه باللي عملته المملكه العربيه السعوديه السنه دي في سوق الانتقالات، لان العالم كله، مش العالم العربي، العالم كله بيتكلم على سوق الانتقالات في السعوديه. طب. والنجوم اللي بقوا يقدروا ان هم يستقطبوها للتواجد في انديتها الكبرى، ما بقاش بالنسبه لهم او ما بقاش بالنسبه للجماهير السعوديه ان اي لاعب بالنسبه لهم يبقى حلم، لا، هو اي لاعب وارد جدا 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 في اي لحظه ان هو يبقى موجود في دوري روشن ويرتدي قميص اي نادي من كبار الانديه السعوديه. بالنسبه لموضوع صلاح، البدايه يعني ايه، ما كناش مصدقين، لا ده هم
علوا سقف الطموحات بتاعتهم قوي، لا صعب ان صلاح ان هو يروح، لا ما نعتقدش ان صلاح ممكن يفكر في النقطه زي دي. صلاح طبعا ملتزم الصمت تماما كما هو المعتاد يعني، لكن الامور في وقت من الاوقات بتلاقيها قربت جدا وتلاقي لا خلاص ده هيبقى فيه اعلان، ووقت تاني تلاقي الامور ابتعدت. اخر حاجه كانت رسمية كانت من يورجن كلوب مدرب ليفربول امبارح بعد المباراة بالظبط كده، قطعها خالص بالظبط لما 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 اتسأل على انتقال صلاح للدوري السعودي وان في الكلام بيتقال، فهو رفض الجملة دي تماما وقال انه ما حدش يتكلم بصيغة الجمع، لانه انا ما حدش كلمني في رحيل صلاح، ما حدش كلم ليفربول في رحيل صلاح، وبالنسبة لهم الموضوع ده امر منتهي. فهي الكرة حاليا في ملعب محمد صلاح، هو مرتبط بعقد مع ليفربول لحد 25 يونيو 2025، وبالتالي هو قدامه الموسم ده وقدامه الموسم اللي جاي، وارد جدا ان هو ينتظر نهايه عقده وبعد كده ياخد خطوه زي دي، ووارد انه ممكن واحنا قاعدين دلوقتي نلاقي امور جديده نلاقي الاعلان عن بالظبط. كنت هتعمل ايه لو كنت في نفس الوضع؟ مغريات يا كريم بصراحه يعني خياليه، المملكه العربيه السعوديه عامله سوق بصراحه يعني. واضح قوي ان هم عندهم خطه 2030 عايزين يوصلوا لها، فطبعا استقدامهم للعيبه اللي احنا شفنا النخبه من اللعيبه العالميين لفتوا الانظار. دلوقتي الدوري السعودي يعني بيتفرجوا عليه حوالي يمكن 65 يمكن قناه، فده يعني جذب بشكل كبير جدا. واضح ان في خطه معموله للمملكه العربيه السعوديه لتطوير طبعا كره القدم بالنسبة لآسيا، وكمان هم كمان عندهم طموح زي المغرب كده ان يقدروا ينظموا دوري الابطال ويقدروا ينظموا كاس العالم بعد كده. ينفع كده؟ طبعا هو ينفع يعني التوليفه دي تنفع ولا دلوقتي اي حاجه ممكن تنفع بالي ولا ايه الحكايه؟ صحيح والله بتكلم بقى الاحتراف يا كريم بقى يعني رايح في حته تاني يعني، وبعدين الارقام كمان اللي بنسمعها ارقام خياليه تغري اي حد. فيعني انا شايف ان صلاح كابتن ماهر، انت مع يعني ضد انتقال صلاح ولا مع ان هو يروح الدوري السعودي، خاصه ان يعني يمكن الناس كلها بتتكلم على ان فكره يعني كريستيانو راح فليه صلاح ما يروحش، بس الظروف مختلفه، السن مختلف، كل الظروف المحيطه باللاعبين مختلفه، شايف انه يعني ده هيضيف لصلاح ولا مش هيبقى معاه؟ فكره ليفربول الجماهير هتقبل بفكره رحيله عن صفوف ليفربول، حقق فيه كتير قوي وارتباط الجماهير بيه يعني يمكن كبير جدا، شايفينه بيد لحد اخر وقت، شفنا امبارح يعني الاسيست بتاعه هو كان سبب في فوز ليفربول، شايف يعني انت مع او ضد انتقال محمد صلاح للدوري السعودي؟ انا مع صلاح انه موجود في ليفربول يعني برضك الكره الاوروبيه والكره العالميه، وهو سفير بالنسبه لنا بصراحه للكره العربيه والكره المصريه، وصلاح اضافه لاي مكان اكيد يعني، دي برضك من ضمن الحاجات اللي يعني رافعه راسنا بصراحه بشكل كبير جدا، لان محمد صلاح احنا بنعتبره مثل اعلى لينا كلنا. فانا شايف ان محمد يبقى موجود في الحته بتاعت ريفالدود دي والكره الانجليزيه والكره الاوروبيه، انا شايف انها يعني ليها يعني قيمه وقامه، ومحمد صلاح هيبقى هو اللعيب الاوحد يمكن في العالم العربي اللي قدر يعني يمثلنا بره، وكمان ايجابي يعني كمان بصراحه يعني مؤثر بشكل كبير. الناس بتقول ان بالنسبه لمساله يعني امكانيه انتقاله للدوري السعودي، بيقولوا ما معناه انه وارد جدا الموسم اللي جاي بعدين يعني موضوع مطروح برضه بالظبط بعدين يعني. ومش هنقلل طبعا من الكره السعوديه او الكره العربيه، لكن انا شايف طبعا قيمه محمد صلاح في الكره الاوروبيه ليها شكل وليها طابع خاص، لكن احنا مش عارفين يعني زي ما منى قالت خلال ساعات ممكن يحصل تغيير، يحصل مفاجأة ومحمد صلاح يروح للدوري السعودي، وإضافة برضك للكرة السعودية أو الكرة العربية في وجوده في اتحاد جدة بالنسبة للدوري السعودي. منى عايزة أجيلك بقى بذكر الصفقات، ولكن بقى الصفقات على مستوى النادي الأهلي، نرجع تاني للنادي الأهلي، شايفة شكل الفرقة إزاي بعد انضمام رضا سليم، إمام عاشور، يمكن عودة المعارين مرة تانية، كريم نيدفيد، صلاح محسن، شايفة إزاي شكل الفريق خلال الفترة المقبلة؟ بص يا مريم، هو مما لا شك فيه يعني ان كولر هيبقى عنده خيارات كتير جدا الفتره اللي جايه، خصوصا زي ما انت ما قلتي اضافه صفقتين مهمين جدا جدا زي رضا سليم زي امام
عاشور وعودة بعض المعارين اللي هو أصلا وافق على عودتهم يعني أو طلب أن هم يرجعوا إلى صفوف الفريق، خصوصا كمان مع رحيل البعض زي محمد شريف وبعض اللعيبة التانية اللي خرجت من النادي الأهلي. فدي هتبقى ميزة، خصوصا زي ما كابتن ماهر قال في الأول أن الأهلي هيبقى الموسم ده هيبقى عنده أكتر من بطولة بيشارك فيها غير اللي احنا معتادين عليها. احنا داخلين على دوري السوبر الافريقي اللي لسه هنشوف الامور هتمشي فيه ازاي، الانديه هتلعب فيها كام مباراه، فده طبعا هيبقى زياده، فلازم يكون عنده بدائل كتير جدا مطروحه، لان وارد يحصل اصابات، وارد ان هو يحصل اجهاد، وارد ان ممكن اللعيبه ما تبقاش في مستواها لفتره معينه، فلازم يكون عنده بديل وبديل على نفس المستوى. فاعتقد ان كل ده هيعود بالنفع ان شاء الله باذن الله على الاهلي في السيزون الجديد باذن الله. الموسم اللي فات كان موسم استثنائي بكل المقاييس بالنسبه للنادي الاهلي، وبطبيعه الحال فكره الحفاظ على القمه بيبقى اصعب بكتير من الوصول ليها، ونرجع ونقول ان ده دايما قدر لعيبه النادي الاهلي، بس الى اي درجه ممكن يبقى استثنائيه الموسم اللي فات حافز كبير بالنسبه للعيبه بينطلقوا بيه مع بدايات الموسم الجديد؟ فهل هو ممكن يبقى حافز ولا ممكن يبقى بيشكل عبء بشكل او باخر؟ ده يعني عبء كبير على لعيبه النادي الاهلي وحافز في نفس الوقت يا كريم. للنادي الاهلي يعني نادي بطولات، النادي الاهلي بيخش في كل بطوله ما عندوش غير المركز الاول، ما عندوش غير اهدافه ان هو يحقق هذه البطوله. يمكن وجود مستر كولر العام الماضي، وده كان ضمن الاختيارات اللي كان كابتن محمود الخطيب يعني بيفكر فيها، انك انت محتاج هيد كوتش، محتاج الراجل المناسب للمرحله دي، محتاج راجل بقيمه كولر مع هؤلاء اللاعبين الواعدين. الاختيار كان من لجنه تخطيط الكابتن محمود الخطيب، الاختيار جيد جدا. الراجل كان عنده طموحات اول ما جه، حسينا بشخصيته، حسينا باصراره، حسينا بشغله، بالعمل النفسي اللي بيشتغل عليه على اعلى مستوى بينه وبين اللعيبه، حته الدخله بينه وبين اللعيبه، حته التماسك فرقت بشكل كبير جدا مع مستر كولر في ولايته العام الماضي. السنه دي الامور هتختلف، هو عارف كمان انه رايح للاصعب، فبدا هو يشكل بالنسبه للخريطه والتشكيله بالنسبه للاعبين باماكنها. هو قدر الحمد لله رب العالمين ان هو يقدر يعمل، مش عايزين نقول الاساسي والبديل، يعني عايزين نقول اتنين ممكن يلعبوا في المكان ده، وبعض اللعيبه الجواكر اللي تقدر تخدم الخطوط من خلال شكل واداء التشكيله. لكن الصداع الاكبر والسؤال اللي بيساله الشارع الكروي الاهلاوي، اين راس الحربه؟ بالظبط. اين الهداف؟ فعلا السوشيال ميديا، بقالنا سنتين يا مريم يا كريم منا، بقالنا سنتين عمالين نحارب على راس الحربه المناسب اللي يجي يفرق معانا، لان في اوقات يا كريم واحنا كنا بنتكلم فرص كتيره جدا ضايعه. طبعا الفرص دي مش هتخدمنا في مباريات حساسه، مباريات فيها بطوله زي احنا رايحين لبطوله السوبر، في عرض فرصه بالظبط، عرض فرصه. فالفرصه اللي هتيجي هي اللي ممكن تدي لك بطوله، هي اللي ممكن تكسبك، لو ضاعت الله يقدر ممكن ما ترجعش تاني. فاحنا بقالنا سنتين عمالين سوزا، عمالين نقول مولكا، يعني مش عارفين هنستقر على ايه. لكن احنا كمان يعني شكل الخريطه باماكنها يعني اكتملت مع مستر كولر الا المكان ده. في بدلاء ممكن او لعيبه ممكن يادوا في هذا المكان زي كهربا السنه اللي فاتت. فاجئنا بصراحه ان كهربا مش مكانه، لكن كهربا عشان خبرته ولعيب عنده خبره ولعيب مهاري قدر يستغل الخبرات دي في المكان ده. لكن كهربا مش راس حرب، مش هنقدر نعتمد عليه في اكتر من 5 6 7 مباريات مثلا ورا بعض، لكن يقدر هو يلعب لك مباراه، يقدر يلعب لك مباراتين. طبعا كمان عوده صلاح محسن، يعني انا كنت اتمنى ان محمد شريف يبقى موجود، لان المكان ده كريم في مكانين في الخريطه فيهم ضغط كبير جدا، والمكانين دول حساسين، وعشان كده محتاجين فيهم اكتر من بديل. قلبي الدفاع وطبعا احنا يعني عندنا مشاكل، مره متولي بيتهور، ومره بيبعد، ومره شريف، مره ياسر موجود، لسه ما حصلش ثبات في الحتتين دول. الحتتين دول محتاجين اتنين يلعبوا
وياخدوا المبادره ويقعدوا فتره موجودين عشان يحصل نوع من التجانس، يحصل نوع من التقارب، يحصل نوع من التامين الدفاعي بشكل كبير. وراس الحربه، راس الحربه برضك من الحتت اللي فيها ضغط كبير جدا. راس الحربه بيقابل المدافعين بيتخبط فيه وتشترك معاه، فاحنا محتاجين راس حربه ومحتاجين البديل موجود معاه. بقى مطلب جماهيري في الفتره، مطلب جماهيري راس الحربه. فطبعا نتمنى ان شاء الله خلال الساعات القادمه ان باذن الله يعني يطلع بقى طبعا مسؤولي النادي الاهلي او التعاقدات يقول الحمد لله رب العالمين ان احنا قدرنا، ربنا وفقنا في الجزئيه دي. لكن عدم وجود راس حربه في البطولات اللي احنا رايحينها هتبقى يعني انا شايف هتبقى عبء كبير جدا علينا يعني. منا مباراه هامه جدا امام نادي اتحاد العاصمه الجزائري يوم 15 ان شاء الله. لو هنتكلم عن الخطاب اللي ارسله النادي الاهلي للاتحاد المصري لكره القدم عن فكره اعفاء اللاعبين الدوليين طبعا من المشاركه في المعسكر، يعني خلاص احنا تاهلنا لنهائيات امم افريقيا بغض النظر بقى عن مباراه يوم 8 امام اثيوبيا او المباراه الوديه اللي هتكون موجوده يوم 12، شايفه ازاي الخطاب ده؟ وهل شايفه ان هيكون في يعني الاستجابه عموما؟ احنا فكره خايفين من الالتحامات، خايفين من الاصابات، فكره الخطاب اللي تم ارساله وان احنا طول الوقت بنقف جنب المنتخبات بشكل عام، ويعني يمكن استشهد الخطاب بكاس العالم للانديه 2022 برده كان في فكره نفس النهائيات بطوله امم افريقيا، يعني شايفه ازاي الخطاب وفكره اعفاء اللعيبه الدوليين من المشاركه في المعسكر؟ بصي يا مريم، هو ان شاء الله يعني مش هيحصل مشكله ما بين النادي الاهلي وما بين اتحاد الكوره او ما بين منتخب مصر، بس اكيد اكيد اللي هيحسم القرار ده هيبقى المدير الفني منتخب مصر روي فيتوريا. لكن خلينا نقول نقطه مهمه جدا، ان النادي الاهلي كان محق جدا جدا في طلبه، كان محق جدا في خطابه، انه زي ما انت ما قلتي خلاص احنا اتحسم تاهل منتخب مصر او مشاركته في كاس الامم الافريقيه، فخليني انا استفيد باللعيبه بتاعتي في مباراه هامه زي دي، لان هي مباراه ببطوله وبطولة في بداية موسم، وأكيد الأهلي هيبقى محتاج أن هو كل لعيبته تبقى موجودة في المباراة دي، لأن المكسب فيها أو الفوز فيها هيبقى حافز جدا لاستكمال مشوار الموسم. فزي ما قلت لك يعني هو مش ان شاء الله مش هيحصل ازمه او مش هيحصل مشكله، واعتقد ان يعني بنسبه كبيره جدا ان ممكن يحصل حتى ممكن تنازل عن بعض اللعيبه، استعانه بلعيبه اخرين، لان اكيد برضو مدرب المنتخب عايز يعني المعسكر ده ما هو بيبقى ايه الاستفاده منه، هي مش فكره برضو ان انا هلعب مثلا على بطوله فمحتاج اللعيبه او لا، بس هي فكره ان انا بعمل توليفه لعناصر المنتخب كلها، بعمل انسجام لازم برضو يبقوا متواجدين مع بعض، فممكن يحصل في كلام، ممكن يبقى في استغناء عن بعض اللعيبه وتنازل عن بعض اللعيبه ثانيه، ممكن يحصل اتفاق وان يعني ما فيش ولا لاعب من الاهلي يبقى متواجد في معسكر سبتمبر الفتره الجايه عشان المشاركه في بطوله او مباراه السوبر الافريقي باذن الله. في اي مستجدات في الملف اللي كان قالب الدنيا كام يوم اللي فاتوا؟ اكيد خدت فكره برضو وسمعت عن القصه دي يا كابتن ماهر، موضوع ايقاف رئيس الاتحاد الاسباني لكره القدم في واقعه القبولات الشهيره، في مستجدات في الموضوع ده؟ هو مؤخرا اعلن ان هو تم ايقافه 90 يوم بس هو بعد ما هو رفض الاستقاله طبعا. هو رفض الاستقاله بس الاتحاد اعلن ايقافه 90 يوم طبعا علشان الموقف عشان الموقف اللي حصل. هو حتى برضو يعني مش شايف ان هو بدر منه اي رد فعل غير اخلاقي، الناس هي اللي متربصه بيه وفي حمله للايقاع بيه اصلا. بالظبط بالظبط هو كان موقف كان مفاجئ جدا ورد فعله المفروض ان هو يكون اهدى من كده، يعني حتى بصرف النظر عن اللي حصل على منصه التتويج او في اللقطه مع لاعيبه المنتخب الاسباني في وقت متابعته للمباراه، حتى برضو يعني انفعالاته كانت مبالغ فيها زياده عن اللزوم، يعني فالمفروض ان هو يكون اهدى من كده، المفروض ان هو يبقى عارف ان كل الكاميرات او كل الناس بتبص عليه، فالمفروض ان هو يكون يعني رزين كده شويه. بالظبط كده شويه. بالظبط كده. كابتن ماهر شايف ازاي مباراه يوم 15 ان شاء الله، مباراه السوبر امام اتحاد العاصمه الجزائري؟ هو زي ما اتكلمنا قلنا ان الراحه ال 21 يوم دي فرقت بشكل كبير جدا مع اللعيبه. الحاجه الثانيه كمان مع بدايه كل موسم طبعا النادي الاهلي عشان نادي من الانديه العملاقه اللي موجوده في القاره الافريقيه والقاره العربيه، موضوع الاختبارات والمقاييس كريمه مريم ده اهم حاجه اتعملت خلال قبل بدايه الموسم.
الاختبارات والمقاييس دي بتطمن الجهاز الفني، بتطمن اللعيبه الحمد لله رب العالمين من الناحيه البدنيه من الناحيه الفنيه، والحمد لله يعني كلهم اجتازوا الاختبارات بشكل ايجابي. ويمكن التمرين اللي بداوها التمرين الاول تمرين جماعيه بالنسبه لهم قبل السفر للنمسا، يمكن احنا مش محظوظين بس يمكن السليه هو اللي اتاثر بالعضله الخلفيه، وانا شايف ان يعني غيابه من 4 أسابيع لستة اسابيع هيفرق معانا بشكل كبير، ان احنا رايحين لمباراه محتاجه عنصر الخبره، واحنا الحمد لله رب العالمين يعني ميزه النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت الخبره بتفرق معاه في لعبته داخل الملعب، يعني لو شفنا في كل خط كده هنلاقي محمد الشناوي في حراسه المرمى بيمثل لنا يعني ثقه كبيره جدا، علي معلول في خط الظهر موجود مع محمد عبد المنعم، موجود مع محمد هاني، مع ياسر بيمثل لنا برضك خبره بشكل كبير، سوليه في نص الملعب قائد بيقدر يعني توجيهاته للعيبه ووجوده وكلامه معاهم، وبعدين كهربا بالنسبه للحته القدامانيه، فعندنا اكثر من عناصر موجوده عندها خبره يعني فرق معانا بشكل كبير. المعسكر كمان هيخدم مستر كولر ان هو اللعيبه الجدد مع اللعيبه طبعا انسجام مهم جدا ان ياخدوا على بعض ويبداوا يفهموا بعض، الجمل اللي الراجل هيشتغل عليها مهم جدا اللعيبه تقدر تنفذها خصوصا المحترفين الوافدين الجدد، ودي ميزه لعيبه النادي الاهلي اللي بيجي بيخش بينصهر بصراحه بسرعه لان بيشوف في نظام وفي سيستم وفي روح وفي عامل نفسي من الجهاز الفني للاعبين واللاعبين للجهاز الفني، يعني توليفه جميله جدا من التشكيله او من الشغل الايجابي اللي طبعا فتره الاعداد معروفه على اللعيبه انها فتره ثقيله يعني فتره صعبه لان بيبقى فيها تدريبات صبح وبعد الظهر ممكن يكون فيها 3 وحدات تدريبيه في اليوم، طبعا فيها احمال ومشقه بشكل كبير جدا، وبعدين بعد كده بيتخللها بقى مباريتين او 3 مباريات حبيه، الراجل بيبقوا متدرجين المستوى بيعلى شويه بيعلى شويه، وبعد كده بيبدا يبقى عنده التشكيله اللي هيقدر يبدا بيها مباراه السوبر، التشكيله الامثل اللي يقدر يلعب بيها، طريقه اللعب كمان مهمه جدا، اكيد هيشتغل على مباراته الحبيه في النمسا على طريقه اللعب والتشكيله اللي يقدر يبدا بيها مباراه الاتحاد الجزائري او بطل السوبر في السعوديه، فنتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله ان مستر كولر يقدر يوصل التوليفه. اللي حضراتكم شفتوه اثناء متابعتكم للموسم اللي فات من الدوري، مستويات اللعيبه ومستويات الفرق حتى ككل، نقدر نقول ان ممكن يبقى في تغيير في خريطه ترتيب الدوري الموسم اللي جاي في ضوء اللي حضراتكم شفتوه الموسم اللي فات؟ ابتدي معاك يا كابتن ماهر. يعني انا شايف يعني الادوار النادي الاهلي بيحافظ على القمه، يعني على الاقل المربع الذهبي ممكن الاسماء فيه تختلف، يعني نحايد النادي الاهلي. يعني انا شايف بيراميدز داخل برضك في المنافسه مع النادي الاهلي على بطوله الدوري او على المركز الاول، شايف ان الفيوتشر برضك من ضمن الفرق اللي ممكن تكون موجوده بتنافس بشكل كبير، يعني انا شايف الزمالك يعني بظروفه الصعبه اللي بيمر بيها يعني لو بقى موجود في المربع هتبقى حاجه كويسه بتحسب له، لكن في الاول والاخر يعني دوافع النادي الاهلي وخبره النادي الاهلي وامكانيات النادي الاهلي من كل الامكانيات اللي ممكن نتخيلها اداريه او فنيه او بشريه. عشان كده قلت لحضرتك انت عارف حيد النادي الاهلي في وجوده في المربع الذهبي، طب منا انت ممكن تتوقعي وجود اي مفاجات مثلا في الموسم الجديد؟ وارد يا كريم، مع التدعيمات اللي بنشوفها من بعض الانديه زي بيراميدز، واتفق مع كلام كابتن ماهر دلوقتي لما قال انه هو بيراميدز الاقرب ان هو بيزاحم الاهلي على القمه، ممكن الزمالك يبقى بعيد شويه لانه نظرا للظروف بالظبط الاداريه اللي هو بيمر بيها حاليا، وانه كمان مش قادر ان هو يدعم صفوف الفريق، في فيوتشر زي ما انت ما اتكلمت، في فاركو، في انديه كتير دعمت صفوفها السيزون ده ببعض الصفقات، فوارد يحصل تغيير فعلا في الاسماء
في تغيير اسماء الانديه في المربع الذهبي، نتمنى ده طبعا يكون بعيدا عن القمه يعني. طيب منا، قرعه السوبر ليج خلاص يوم السبت، توقعاتك بقى لمنافس او تمنيات، يعني خلينا نقول توقعات وتمنيات لمنافس طبعا النادي الاهلي في ربع النهائي، يعني سيمبا انيمبا كمان مازيمبي وباترو اتلتيكو، شايفه مين اللي يعني اللي ممكن يكون فرصه لينا في ربع النهائي او فكره ان احنا نتغلب عليه في ربع النهائي؟ طيب خلينا نوضح بس الاول ان دي طبعا بطوله السوبر الافريقي او دوري السوبر الافريقي، دي هتبقى بطوله مستحدثه، هي بطوله جديده، اول سيزون لسه هنتفرج عليها يعني. هم هيبقوا 8 فرق، هتبقى قرعه 4 انديه من التصنيف الاول هتواجه 4 انديه من التصنيف الثاني، وهيبقى بالنظام الذهاب والاياب. هتاخد حد من التصنيف الاول مع حد من التصنيف الثاني. بالنسبه للانديه بتاعه التصنيف الثاني اللي انت ذكرتيها دلوقتي يا مريم، عندنا سيمبا، عندنا انيمبا، عندنا بيترو اتلتيكو، وعندنا مين الرابع؟ عندنا مازيمبي. وعندنا مازيمبي. دول الاربع انديه اللي يعني محتمل ان الاهلي يواجههم، مع الاهلي طبعا معاه الوداد والترجي وصن داونز من انديه التصنيف الاول. بصي انا ما بحبش قوي فكره مين الاحسن لينا ومين الاوحش، وريت نبعد عن ده وريت ناخد ده، لانه في الاول في الاخر انت بتلعب على بطوله، فحتى اللي انت مش هتواجهه دلوقتي انت ممكن تواجه الاصعب منه بعد كده، وهم مستوياتهم مش متباعده قوي عن بعض بالظبط. فانا بالنسبه لي انا النادي الاهلي ايا كان القرعه هتوقعني مع مين او النادي اللي انا هواجهه مين، فانا داخل العب مباراه، داخل ان انا اكسب المباراه دي. فايا كان الاسم بقى مستوياته افضل شويه مستوياته اقل شويه، فهو في الاول في الاخر هي بالنسبه لي مباراه انا لازم اكسبها بايا كان بقى مين الاسماء اللي ممكن اواجهها يعني. من قديم الازل يا كابتن ماهر، طول عمر الاهلي والزمالك هم قطبي كره القدم المصريه، بس ده ما منعش ان في ازمنه سابقه كان في فرق كتير كلها اتقل من بعض وكلها حاضره بقوه، ده ما بقاش حاصل ليه في الفتره الاخيره، حتى برغم وجود يعني برضو انديه الانديه يعني الشعبيه تحديدا كان ليها بصراحه منافسات كبيره قوي مع الاهلي والزمالك. بص يا كريم، عايز اقول لك حاجه، احنا اول ما بدانا نخش موضوع البطوله الافريقيه افتكر ان كان موسم 75 76 مع مستر دكوتي، ما كناش بنكسب يعني، كناش بنوصل للادوار اللي هي النهائيه يعني، ممكن ساعات بنطلع من دور ال 16 دور الثمانية ودي كان ليها ظروف برضك، يمكن كان وقتها المباريات دي بيبقى فيها في نهايه الموسم في مايو امتحانات النجوم، فكنا بنسافر معناش مثلا خط الهجوم، معناش مصطفى عبد والخطيب ومختار مثلا، فكنا بنتاثر بشكل كبير يعني. الحاجه الثانيه ما كانش عندنا خبره برضك في الاحتكاك الافريقي يعني، احنا برضك الظروف كانت صعبه بالنسبه لنا، السفر والمعايشه والاجواء والرطوبه والحاجات دي كانت صعبه علينا يعني، اسبوع بيبقى قاتل بالنسبه لنا. الحاجه الثالثه، انت كنت بتقابل كل فرقه فيها 7-8 لعيبه منتخب الدوله طبعا، يعني مثلا لو قلنا غانا هارت اوف اوكس وكوتوكو كان 8 من هنا و8 من هنا منتخب غانا طبعا، فكنا بنعاني نيجيريا رينجر النيجيري كان يا ويندي كان بيك وميلا ونكونو يعني حاجه تخض، فكانت الامور صعبه قوي بالنسبه لنا. لما نضجنا بقى واخدنا على الاجواء بدانا 82 يعني نفتح الباب بقى زي ما بيقولوا لاول بطوله يعني. بعد 82 84 افتكر و86 كل النجوم اللي انا ذكرتها دي راحت اوروبا، ففرق الافريقيه بقت اسم بس، المضمون بتاعها ما عندهاش لعيبه بالمستوى اللي احنا كنا ايامنا احنا يعني. وبعدين كمان في حاجات السماسرة او المكاتب الاوروبيه، كل دوله موجوده ليها مكتب واتنين في الدول الافريقيه، بس عينيها على حد يبدا يعني يشم نفسه يروح واخدينه على اوروبا. فاتفضت في رايي انا افريقيا اتفضت من اللعيبه المحترفين المميزين. دلوقتي بدات بقى يعني الامور تبدا ترجع لطبيعتها تاني، وشفنا الاسماء اللي ذكرتها منا، اسماء ليها باع كبير جدا في افريقيا واسماء كانت ند بشكل كبير بالنسبه للانديه وبالنسبه للمنتخبات. ف يعني انا شايف ان يعني الكره الافريقيه بدات ترجع تاني لطبيعتها، بدات ترجع تاني لمكانتها، بدا يبقى فيه منافسه بشكل كبير، والنادي الاهلي يمكن في خلال السنين اللي فاتت دي كلها
اتعامل مع الاسماء الكبيره دي وقدر ان هو يتفوق عليها بشكل احترافي بشكل كبير بقيمه اللعيبه اللي موجوده عنده. النادي الاهلي عنده 8 لعيبه في المنتخب القومي وعنده من افضل 3 لعيبه محترفين على مستوى القاره. فالنادي الاهلي بيعتبر هو رقم 1 في القاره الافريقيه من ناحيه التشكيله ومن ناحيه الاداء ومن ناحيه البطولات. فدي حاجه يعني برضك بتحسب للنادي الاهلي. من عايزه اتطرق معاكي لملف عوده الجماهير، طول الوقت بنتكلم عن فكره عوده الجماهير وبيظل هو الملف الاهم دايما بنتكلم فيه عن دعم الجماهير للانديه المختلفه وتحديدا النادي الاهلي طبعا زي ما احنا عارفين جماهيره كبيره ازاي في كل مكان. شايفه الملف ده ازاي؟ شفنا الجهات الأمنية مؤخرا يعني عملت على فكرة عودة الجماهير تدريجيا وبشكل يعني يمكن زي ما احنا بنقول كده واحدة واحدة. شايفة ازاي انعكاس عودة الجماهير مرة تانية للمدرجات وتشجيع خلينا نقول تحديدا يعني طبعا الأندية المختلفة ولكن تحديدا النادي الأهلي، وكمان انعكاسها سواء فنيا يعني على المستوى الفني لمستوى اللعيبة لمستوى الأندية وكمان على المستوى التسويقي؟ يعني مش عايز يعني ملف دايما عودة الجمهور لما بنيجي نفتحه أو بنيجي نتكلم فيه دايما اللي بيوقفنا عنده بتبقى قرارات الجهات الأمنية. فما بنتطرقش ليه قوي أو ما بنتدخلش فيه قوي لأنه ما انت بتيجي تقف عند ليميت معين او عند مرحله معينه وبيتقال لك انه لا لدواعي امنيه او الامن مش هيوافق على اكتر من كده. لكن يعني انا وجهه نظري ان المرحله الجايه لازم يعني مش عايزه اقول بقى ان احنا نزود تدريجي، انا شايفه ان احنا لازم نفتح بقى. يعني الامور احنا بنشوف دلوقتي الكره السعوديه الوضع عندها اختلف ازاي. لما تيجي بتتكلمي على مقارنه اول حاجه بتتقال لك انتوا اصلا بتلعبوا بدون جمهور. فالموضوع يعني لازم اعتقد لازم يتاخد فيه قرار حاسم اكتر من كده او يعني يبقى فيه عدد جماهيري زياده اكتر من كده. احنا السنه اللي فاتت كان اخر حاجه وصلنا لها في الدوري تقريبا كانت 5000، اعتقد ان احنا لازم نزود السيزون ده طبعا باختلاف المباريات اللي بتتلعب تحت مظله كاف مثلا بطولات او المباريات اللي هي في افريقيا، فدي بيبقى مثلا الاهلي بيطلب فيها ساعه كامله مثلا لاستاد القاهره او وبيتسمح له بيها ممكن ساعه كامله وممكن اقل من الساعه الكامله، برضو ده بيرجع لقرار الجهات الامنيه وطبعا احنا بنحترم ده تماما لان هم ادرى بالوضع العام يعني. لكن طبعا احنا بنتمنى ان الامور تبقى اوسع من كده لانه بالتاكيد 100% هينعكس على كل الانديه الشعبيه مش النادي الاهلي بس. ودي عندنا مشكله لان انت بتيجي تشوفي دلوقتي الدوري وتيجي تشوفي عدد الانديه الشعبيه وعدد الانديه الشركات مثلا او عدد الانديه اللي هي ملهاش جماهير، لا هتتخضي من الرقم. لو حتى لو هو مش كبير ولسه عدد الانديه الجماهيريه اكبر من عدد الانديه الشركات، ولكن في زحف كبير من انديه الشركات واحنا في مباريات احنا بنشوف فيها المدرجات فاضيه تماما. يا عالم بقى الفتره الجايه هنرجع نشوف مدرجات فاضيه تاني ولا لا وعلى مستوى العالم كله؟ ليه؟ لان مؤخرا برضو ابتدى يبقى في كلام جديد عن متحول جديد لكورونا. ما نتمناش ان ده يحصل. ربنا يستر. ما نتمناش ان ده يعني كل بنيجي نتعشم في وجودنا. ولا فرق معانا، احنا كان متحول كان موجود وكورونا كانت موجوده والحمد لله رب العالمين احنا كنا شغالين يعني. دي حقيقة كابتن ماهر. مهم برضو ناخد رأيك في الجزئية دي، شايف عودة الجماهير مهمة تدريجيا ولا زي ما منا بتقول ان احنا يعني خلاص بقى نرجع زي الأول ونفتح زي الأول ان ده هيبقى مهم على المستوى الفني المستوى التسويقي مش بس على مستوى النادي الأهلي على كل الفرق الرياضية يعني كل الأندية الأخرى؟ شايف فكرة التدريجي ده اللي بيحصل من الجهات أو من قبل الجهات الأمنية فكرة عودة الجماهير تدريجيا ولا خلاص بقى يعني نفتح البيبان للجمهور مرة تانية؟ والله منا الجمهور بقى رقم 1 يعني. زمان كان الجمهور رقم 12 بعد اللعيبه، دلوقتي بقى رقم 1 وده واضح ان الفتره اللي فاتت جماهير النادي الاهلي العظيمه المثقفه هو اللي بيحل كانت ورانا بشكل احنا كسبنا مباريات يا مريم يا منى كريم بجمهور مليون في المية بصراحه طبعا. صحيح طبعا. فجمهور النادي الاهلي جمهور عظيم وجمهور مرعب، وبعدين كمان الكابتن محمود الخطيب قدرهم في السنه اللي فاتت وعمل لهم درع باسم جماهير النادي الاهلي موجود في دولاب طبعا البطولات في الجزيره، هم يستحقوا جمهور النادي الاهلي العظيم. الرحلات المجانيه كمان يا كابتن ماهر اللي كانت بتطلع والرحلات كمان موضوع الباصات والحاجات دي بصراحه يعني مجلس اداره مش سايب حاجه الا ما فعلا
يعني بيتعامل فيها بشكل ايجابي. برضه طول عمر النادي الاهلي يعني في علاقه شديده الخصوصيه بين صناع القرار فيه وبين الجمهور. دي حقيقة. يعني أكيد. محبه واحترام متبادلين وكل طرف فيهم بيتفانى في محاوله خدمته للطرف الثاني. لان اقول لك حاجه كريم، عايز اقول لك حاجه، يعني جمهور النادي الاهلي بعد ربنا سبحانه وتعالى في تاريخنا وانجازاتنا بصراحه، يعني جمهور النادي الاهلي جمهور مثقف وواعي وعنده درايه بشكل كبير جدا وقريب من اللعيبه وحبه للعيبه وحبه للشعار وحبه للمؤسسه. يعني تحس كده انك انت يعني كانت الناس تقول لي يا كابتن مان انت كل مره بتقول عندنا 70 80 مليون اهلاوي. 70 80 مليون اهلاوي يا جماعه. ليه بقى؟ انا بقول كده ليه يا كريم؟ لان الاولاد اللي بتتولد الصغيرين اللي بيكبروا شايفين العلم الاحمر، شايفين البطولات طبعا. فرايحين وراه طبعا. فالنهارده بقت نسبه كبيره جدا، يعني عايز اقول لك ان في بعض المحافظات اللي كانت فيها يعني دلوقتي بقت النص ونص، يعني مثلا محافظه اسماعيليه مثلا هو مش هيزعلوا مني ودي حقيقه، بقى في نص اسماعيلاوي ونص اهلاوي حقيقه. والله اسكندريه نص اسماعيلاوي ونص اهلاوي على فكره بالظبط كده طبعا. والسويس والمحافظات اللي كانت صحيح. يمكن يعني جماهير اهلاويه يمكن قليله فيها، دلوقتي الاجيال اللي طالعه كلها طالعه اهلاويه. فعشان كده ربنا يزيد ويبارك يا كابتن. ان شاء الله هيبقوا 70 80 مليون، هيوصلوا 100 مليون ان شاء الله. بما عايزه اروح معاكي تاني للدوري السعودي، وبقى صفقه راموس طبعا يمكن عليها كلام الفتره الاخيره وبرده مسيطره على السوشيال ميديا، خلينا نعرف منك اكتر عن تفاصيل الصفقه، وصلت لفين القيمه تحديدا بتاعه الصفقه، شايفه ازاي لو فكره صلاح انتقل ويبقى في مفاجاه خلال الساعات المقبله، لو كانوا موجودين هما الاثنين مع بعض في فرقه واحده، شايفه الفرقه او شكل الفرقه هيبقى ازاي راموس وصلاح مع بعض؟ بالنسبه لك في سؤال مريم ليكي اللي انت مطلوب منك تجاوبينا في اقل من دقيقه لان الوقت احنا شفنا ميسي وراموس في فرقه واحده، فمش هيبقى غريب لو شفنا ميسي ولو شفنا صلاح وراموس في فرقه واحده. وبعدين اكيد اللي حصل قبل كده في نهائي 2019 خلاص الموضوع اتقفل عليه من زمان، يعني مش بالنسبة لنا قد يكون بالنسبة لصلاح، لكن بالنسبة لمحبي صلاح طار. فبالنسبة لراموس هو خلاص عقده انتهى مع باريس سان جيرمان، فهو دلوقتي صفقة مجانية لأي نادي. بالفعل في تواصل وفي مفاوضات ما بينه وما بين اتحاد جدة السعودي، وفي تقارير فعلا أكدت إنه راموس وافق على العرض، واحتمال كبير جدا نلاقيه لاعب في فريق اتحاد جدة خلال الساعات القليلة المقبلة. ما بقاش في اي مفاجاه كريم. انا عايز اشكركم على وجودكم معانا النهارده، نورتونا وشرفتنا. كابتن ماهر طبعا نورتنا وشرفتنا، منا نورتينا وشرفتينا طبعا. ولهنا تكون خلصت حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، نرجو ان تكون اسف للمقاطعه. عايز تقول حاجه؟ انت كمان نورت الدنيا. عايز تقول حاجه؟ انت كمان نورت. كنت مبسوطه قوي بجد يا كريم ان انا كنت معاك النهارده اكيد، يعني واكيد وجودي معاك يا كابتن ماهر الحمد لله. الله يسلم حضرتك طبعا، اكيد مبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده يا منا، ومع كل جماهير 10 الصبح في الاهلي ان شاء الله، يعني يمكن نلتقي مرات مقبله. ولكن الحقيقه نرجو النهارده تكون حلقتنا كانت مليئه بالاحداث ومليئه كمان بالتفاصيل الخاصه بمعسكر النادي الاهلي. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق في المباراه المقبله، السوبر الافريقي يوم 15 ان شاء الله امام نادي اتحاد العاصمه الجزائري. واكيد طبعا كان عندنا تفاصيل كتيره جدا عن الدوري السعودي والصفقات المختلفه طبعا، يعني بنشكركم وان شاء الله نلتقي معاكم بكره من جديد.